حزب الله. مش انت التيار كله يعني. لا هلا قلت عندك تناقشوا بمنطق ثاني بمنطق اخر. اول شيء بده يحترم الجلسه، في مشاهدين يحترم لهم ذكائهم كمان ايضا، لانه بيعرفوا انه هذا هالتكتل وهذا الحزب ورئيسه ما في الا الله رب العالمين بأثر عليه، كل العالم تشهد على ذلك بما فيهم دول اقليميه وخارجيه اجنبيه. اللي بدي اقوله انا اليوم، فادي الهبر طالب بوزارتين على غرار ما تطالب به القوات اللبنانيه، وقال عماد عون ما عم بعطي، هذا حجمه وهذا حقه الى اخره. نحن اللي عم نقوله، الا يحق لتاني اكبر تكتل بالمجلس النيابي مؤلف من 27 نائب بما فيهم 24 مسيحي اللي هو اكبر تكتل مسيحي، بما فيهم 19 ماروني اللي هو اكثر من النصف وزائد واحد، الا يحق لهم الموارنه بحقيبه سياديه وحقيبه حساسه وحقيبه خدماتيه وحقيبه كمان هي التربيه؟ ليش لا؟ ما عم نقول ليش العدلية ممنوعة؟ ليه الداخلية ممنوعة؟ ليه المالية؟ أنا بدي أعرف ليه المالية؟ أنا ما عندي ثقة بالفريق اللي تولى على هذا الحقيبة. إلي حق، إلي بدي أقول له لابني بكرة ما تهاجر، بعده البلد بيزبط، ما في دين. اليوم ما بقى نقدر نحمل هيك سياسات بحجة أنه إيران محور السوري الإيراني اخدي حزب الله إلى آخره. شبوا العالم، ملوا من هذا الموضوع، ارفوا من هذا الموضوع. ما حدا مل، بالعكس أخذ انتخابات الأشرفية كانت أكبر برهان، أخذ انتباه الناس، انتخابات البترون والأشرفية كانت أكبر برهان. بهاكم وضيع اليوم، بينما المشكلة بمكان آخر، كيف بدهم يأكلوا، كيف بدهم يشربوا. مرق 100 تمريقة دكتور شطح بالموازنة العامة، خلي يقول لي شو بده يعمل بالدين. أنا بدي جواب، بدي خطة، مش انه مزيد من الاقتراض نجي بنمضيلهم بالاخر على بيان وزاري، وبيرجع حليفه بايد السلاح وبزور سوريا وبطيح فيهم كله سوا. بعد ما زار سوريا، بعد ما زار سوريا مين قال لك ما بده يزور؟ يمكن يزور يعني. وليد جملاط حليفهم الاخر كذلك الامر، صار حليفكم على يرجع ألم. بيرجع ما بعرف انت خي يا في مفاهيم، في وقائع. هلا نائب الكتائب اليوم عن علي منه حليف وليد جملاط، ما وصل على الندوه البرلمانيه لانه حتحالف مع وليد جملاط. عم تنكر هلا حلف وليد جملاط؟ لا ابدا، بالعكس. كيف بالعكس هلا عم تقول صار حليفكم؟ تخلى وليد جملاط يعني، خلى وليد جملاط عن كتار من اصدقائه كرمال فادي الهبر. يا استاذ نديم وانت بتعرف ايه صحيح، بالعكس، وفادي الهبر بيستاهل كمان، بيستاهل عظيم. لا بس انا اللي عم بقول انه من بعد ما انتخب حليفكم، من بعد ما انتخب فادي الهبر ومن بعد الانتخابات النيابيه متقدم بخطابه، وانتم بعدكم على نفس الدقه عم تلهوا العالم، عم تلهوا بمصالحها، وعم تحكوا بامور اخر. انا عم بقول فادي الهبر بعده بخط السياده، وليد جملاط راح على عن طريق. برافو عليك، انتم بتقرروا مين بخط السياده ومين مش بخط السياده. لا نحن عم هلا وليد جملاط، وليد جملاط بطل بخط السياده؟ لا ما قلت هيك. لحظه كيف عم تقول؟ قلت فادي الهبر بعده بالخط السياده، وليد جملاط لوين راح؟ راح عند حزب الله، استمع مع كيف حزب الله. كيف راح عند حزب الله؟ ما هو قال حلو كتير. احد تصريحه، اذا انت مستلم مسؤوليه بالندوه البرلمانيه، اذا انت نائب عم بتمثل الناس، تفكيرك وتحليلك هيك بهالمستوى، يعني انا بهنيهم. لحظه، راح عند حزب الله، انا باخذ اوامر من حزب الله. الناس الناس بتقرر، هي بتوصف اداء. لا انا علي كمان، انا بدي هنيك كمان على هالمستوى التحليلي هذا. اليوم وليد جملاط هو اللي اعترف انه هو بعده بالأكترية، ولكن بطل ب 14 اذار وصار مقرب يعني. صار مقرب، لا هلا مقرب، راح عند حزب الله، صار مقرب من حزب الله. هيدا اللي عم اقول لك يعني. منو عجبك ادائه لوليد جملاط؟ ادائه هو ادائه، انا ما عم بحكي عن ادائه، انا عم بحكي عن الموقف السياسي. طيب بس بالنسبه لل 27 نائب مسيحي اللي عم بيقولوا، بفتكر انه بالمجلس 27 مش مسيحي، 24 24 مسيحي، 27 في 64 في 64 مسيحي، يعني في تقريبا 30 بالفريق معنا، بالفريق بفريق 14 جماعيين موزعين على موزعين. يا خيبة بالعكس، نحن بنحب التعدديه، مش كل العمليه محصوره بحزب او حزبين. موزعين موزعين مشكلة بتشكيل موزعين بين الكتائب، بين الكتائب والقوات والاقليات، او مش الاقليات يعني المستقلين وتيار المستقبل. تيار المستقبل تيار وطني موجود على كل الاراضي اللبنانيه،
حقه ينزل نواب مسيحيه ويكون عنده مثل ما انتم مثل ما انتم بتتباهوا كمان يكون عندكم نواب ونواب وكان عندكم مرشحين شيعه ببعبدا واحد احد زملائك بتيار رمزي كانج احد زملائك بتيار الوطني الحر كان مرشح عن الشيعه والى ما هنالك قرارنا بيطلع من راسنا بيطلع من فكرنا أكيد. بيطلع من تاريخنا وهن بيطلع من وهن البيئه اللي نحن بنمثلها النواب وبنشوف وين مصالحها النواب مش بمكان اخر نواب بيروت مش بمكان نواب آخر. بيروت المسيحيه جو معتبرين كمان انه القرار يلي هن معتبرينه بيمثلوا الناخبين بهيدي المنطقه صحيح اوكي فما ما فيك تصنف العالم يعتبر اليوم التشكيل الحكومي خليني اسالك سؤال خاص اللي في صنفهم على مقدار تمثيلهم للقاعده الشعبيه لما قعدتهم الشعبية والطائفية هي بتجيبوا وبتنتخبوا يعني هذا بمثل حقيقة انتم الشعبية أنا لما بكون جايب أنا أصوات اللي عندي غير ناس طيب مع احترام بلدنا موزع طائفيا يعني أنا بأسف كيف بتطبق عليه كل المعلومات بتقول أنه نعم. أنتم أقلية مسيحية أنتم انتخبتم الأقلية المسيحية ببعبدا كيف نعم شو هلا ما بدي فوت بالأرقام شو حتى بالأرقام أنا عم بقول لك 52% خلص ما بدي أرجوك أنا مطلع بس أقل من 52 ما بدي فوت بالأرقام بكسر وين بمين أرجوك خليني فوت يا أستاذي أرجوك عم بقول أنا سكرت غلط خلص وضحت له 52 بالموضوع يا خيي بلا 52 بلا 52 بلا بلوط يمكن ارام المكان ليش بلا بلوط او الناخبين اذا استاذ خليني فتنا موضوع تشكيل حكومي بتعتقد مساله تشكيل حكومي وين عقدتها اليوم ما بعرف ما حدا عارف في اجاكم اجوبه من الرئيس المكلف عطوا رئيس عطوا تشكيل العماد عون لرئيس ما في جواب ما اجى جواب ما في جواب طيب انتم نزلتوا رسميا على وزارة الاتصالات في عدة صيغ وواحدة منهم مثل ما قلت لك مقابل شو علنية مقابل شو وزارة المال مقابل أربعة وزراء دولة وزارة المال هي أبل هيدي بس إنه كيف بس وإذا ما أعطوكم ليش هي مطوبة مكتوبة باسمه إذا ما أعطوكم وزارة المال شو إنه هيدي إذا ما أعطوكم أنت بذهنك إنه هيدي لفريق أنا مش مطوب شيء بالنسبة لي هي عال خليني أسألك سؤال اتفقنا اليوم صحيح انه المخرج هو اعطاء حقيبة الاتصالات لرئيس الجمهورية برجع بكرر انه في صياغ مطروحة لم يعطي الرئيس المكلف اي جواب في حوار في تفاهمات حول عدة انا حضرت اجتماعين على مدى ساعتين كلها تعالج امور اساسية ومواضيع خلافية بين اللبنانيين صار في تفاهم عليها صار في نقاش أخذنا وعطينا بس بموضوع الحقائب والوزراء ما في بعد وضوح وما في جواب نهائي من الرئيس المكلف وهو مسؤول عن ذلك منو؟ الرئيس المكلف بعد حطوا مسؤول لا مسؤوليته أكثر من انفتاح شو هلأ شو شغلته عم بقلي في الحكومة مش هي شغلته مكلف بتأليف الحكومة ايه هالمسؤولية هو رئيس الجمهورية شيخ نديب بيقول الجنرال عون أن هناك مخططا ما كان موجودا لعرقلة تشكيل الحكومة شو هو؟ ما بعرف عم بسألك السؤال الثاني تعرف شي أول شي شو المخطط هل راحت نتائج القمة السورية السعودية ليش ما قلعت الحكومة بعد هذه القمة أو شي بعد لهلأ ما عرفنا شو هي النتائج الفعالة والمزبوطة للقمة السورية السعودية بعد لهلأ ما يعني العملية بعد ما أنا واضحة أنا بفتكر حتى البيانات اللي صدرت عن الأمة البيان اللي صدر عن السعودية مختلف عن البيان اللي صدر عن سوريا إلى ما هنالك فالواضح أنه بعد ما إجا شو بدك فيها شو قلك عليها فيها أنا ما عندي عليها بس عم مش ناطرة أنا ماني ناطرة بس أنا عم بحلل موضوع عم بيسألني عنه عم بحلل طيب صديقك وليد جبار بيقول لن تستطيع أي قوة داخلية تعطيل تفاهم دمشق الرياض داخلية عفوا ما سمعت السؤال وليد جبار بيقول لن تستطيع أي قوة داخلية تعطيل تفاهم دمشق الرياض إذا من هو المعطل المعطل خارجي والمعطل واضح أنه هو إيران اليوم ليش مش أمريكا لانه انا ماني شايف انه ما بيقدر يقولها لا ما بيقدر يقولها ونص في تاثير امريكاني بلبنان صحيح بس ما في تدخل
شو الفرق بين التأثير والتدخل؟ تأثير كل البلدين بيتأثروا ببعضهم، كندا بتتأثر بأمريكا وأمريكا بتتأثر بكندا، أوروبا بتتأثر بأوروبا. طيب أنت مع حكومة أكثرية شيخ نديم؟ نخلص بقى من هالابتزاز. أنا مش بالضرورة مع 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 حكومة أكثرية، أنا مع حكومة الأكثرية تكون فيها أكثرية حقيقية، ما يكون فيها ثلث معطل، ويكون فيها يكونوا كل الأطراف مشاركين فيها، أنا هيدا اللي بهمني، بس بهمني إنه اليوم نحترم رأي الناخب الأشرفية بزحلة، الناخب اللبناني يلي اليوم انتخب بمجمل الفريق 14 ما انا ما قلت لك قلت لك الفريق الاخر لازم يكون ممثل بس ولا بالتعطيل وتكون الاكثريه معنا هيدا اللي قلت لك اياه مزبوط انا معك مش انت بتوصف بتوصف الناس أنا ما اذا معطلين ولا مش أنا معطلين انا ما عم بوصف حدا انا اللي عم اقول لك في نحن بحكم ديمقراطي غير نحن ببلد ديمقراطي نحن عم ناخذ البلد للمجهول نحن بس تحترم الاحجام اي تحترم الاحجام وكل الناس بتشارك هيدا البلد ما في احسن منه مزبوط 100% بس انا عم بحترم وانا